الرئيس مرسي في روسيا اليوم لبحث سبل دعم العلاقات الثنائية. انفجار بمصنع للأسمدة بولاية تكساس الأمريكية، وأوباما في بوسطن اليوم لتكريم ضحايا تفجيرات المرفق. المعارضة السورية تسيطر على أجزاء واسعة من مطار عسكري بحمص، والأسد يؤكد أن لا خيار لنظامه إلا الانتصار. العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت جرينتش، أهلا بكم. نشرة إخبارية جديدة تأتيكم عبر شاشة النيل. يبدأ الرئيس محمد مرسي زيارة رسمية تستغرق يومين لروسيا، يجري خلالها محادثات موسعة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. تتناول المباحثات سبل تدعيم العلاقات الثنائية وتدعيم التبادل التجاري وزيارة زيادة الاستثمارات الروسية في مصر. يرافق الرئيس مرسي خلال زيارته لروسيا وزراء النقل والكهرباء والطاقة والبترول والخارجية. أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير عمر عامر أن كل ما يتردد بشأن إجراء تغيير في حكومة الدكتور هشام قنديل هو مجرد تكهنات، وأضاف أنه عندما يكون هناك قرار بهذا الشأن ستعلن عنه مؤسسة الرئاسة. كثيرة دارت في الأسبوع الماضي وقبل الماضي عن تغييرات وزارية وعن تغيير وزاري وعن رئيس الحكومة، وحتى هذه اللحظة، حتى هذه اللحظة، وأؤكد على هذا الكلام، حتى هذه اللحظة التي أحدثكم فيها هي تكهنات. عندما يتضح الأمر، هاجر حضرتك، عندما يتضح الأمر بصورة أكيدة وبصورة محددة ستخرج مؤسسة الرئاسة وتعلن عما يكون هناك من تغييرات، وسوف تعلن بكل وضوح لحضراتكم ما هو الجديد في هذا الأمر. قامت قوات الأمن بمديرية الأمن في القاهرة بنقل الرئيس السابق حسني مبارك من مستشفى المعادي للقوات المسلحة إلى مستشفى سجن المزرعة بمنطقة سجون تورا، تنفيذا لقرار النائب العام بنقله والتأكد من مدى ملائمة مستشفى السجن لحالته الصحية. كان أنصار الرئيس السابق قد تجمعوا منذ الأمس أمام مستشفى المعادي للقوات المسلحة احتجاجا على قرار النيابة بنقله إلى سجن تورا، وقاموا بقطع طريق كورنيش النيل أمام حركة سير السيارات. يأتي هذا بينما حددت محكمة استئناف القاهرة يوم 11 من مايو المقبل موعدا لبدء محاكمة جديدة لمبارك في قضايا قتل المتظاهرين وقضايا فساد. تستأنف اليوم محكمة جنايات القاهرة محاكمة 41 من القيادات الشرطية السابقة والحالية، وذلك في قضية اتهامهم بحرق وإتلاف مستندات جهاز أمن الدولة المنحل في أعقاب ثورة 25 من يناير. تستمع المحكمة اليوم لمرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين، بينما استمعت أمس لمرافعة المدعين مدنيا في القضية والذين طالبوا بتوقيع أقصى العقوبات بحق الضباط المتهمين، كما طالبوا بإدخال المتهمين الجدد ضمن لائحة الاتهامات في مقدمتهم اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق تحت ذريعة أنه كان على علم بارتكاب المتهمين للجريمة وعدم إصداره لأية أوامر بوقف ارتكابها. يعقد الرئيس محمد مرسي اجتماعا يوم السبت المقبل لوضع الخطوات التنفيذية لتشكيل مجلس استشاري للمصريين في الخارج لمتابعة قضايا المصريين خارج الوطن ومشكلاتهم. وقد انطلقت فعاليات منتدى دور المصريين بالخارج في الخروج من الأزمة الحالية، والذي يبحث سبل دفع عجلة التنمية عبر عدد من المشروعات التي من المقرر أن تبدأ قريبا. المصريون بالخارج كتلة بشرية هائلة طالما نادت دراسات بأهمية استغلالهم بشكل أمثل في دعم النهوض الاقتصادي بالبلاد، ولأجل هذا الهدف انطلقت فعاليات منتدى دور المصريين بالخارج في الخروج من الأزمة الحالية
برعاية وزارتي الخارجية والقوى العاملة والهجرة. المشاركون في المنتدى أكدوا على أهمية دور المصريين بالخارج في دفع عجلة التنمية بالبلاد، وذلك من خلال العمل المشترك ما بين الداخل والخارج. لنعمل معا، نعمل دورنا سواء في الخارج أو الداخل، لأن نحن معا، نحن وحدة واحدة، جسد مصر واحد. المسلمون في الخارج يجب النظر إليهم كذخيرة لهذه الأمة وعمقها الاستراتيجي في سبيل الوصول إلى تطلعات كثيرة يمكن أن يساهم فيها بمدخراتهم وشراكاتهم في التنمية الاقتصادية. المنتدى أكد أيضا على أهمية تعزيز دور المصريين بالخارج، وهو الأمر الذي سينعكس بدوره على دعمهم للبلاد في اللحظة الراهنة. دوركم في الخارج الحقيقة زي ما قلت لازم يبقى لكم صوت مسموع. أنتم ممكن تحققوا لوبي في أهم بلاد في العالم سواء أمريكا أو أوروبا. المصريين في الخارج لا يمنون على وطنهم، والوطن لا يمن عليهم، ولكننا جميعا أبناء وطن واحد، ولا بد أن يستفيد الداخل بخبرات الخارج، ولا بد أن يفتح المجال لكل الكفاءات التي تخدم في الخارج والتي يمكن الاستفادة بها في الداخل. وعرض المنتدى عددا من المشروعات التي من المقرر أن تبدأ قريبا بمساهمة مالية وإدارية من قبل مصريين بالخارج. المصريين في الخارج في هذه الفترة يتحولوا من مرحلة التحضير والدراسة والبحث والمناقشات إلى مرحلة التنفيذ. هذا وقت التنفيذ بالنسبة لهم. جم النهاردة على أساس وتوافقوا على آلية تنفيذ عدد من المشروعات. كل واحد يتنازل من أجل مصلحة هذه البلد، وإحنا كمصريين في الخارج قادرين إن إحنا نحل مشاكل مصر، قادرين. العشرة مليون دول، وعندنا دراسة أيضا لزيادة عدد المصريين في الخارج من 10 مليون ل 15 مليون في خلال 3 سنوات، والدراسة دي برضه هنقدمها إن شاء الله في المؤتمر. وحسب الأرقام الرسمية فإن عدد المصريين بالخارج يقدر ب10 ملايين شخص، يتوزع معظمهم في دول الخليج العربية وأوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية، وتعول البلاد عليهم كثيرا خلال الفترة المقبلة في تقديم كافة أشكال الدعم لوطنهم الأم. محمود الصياد، النيل. في ولاية تكساس جنوب الولايات المتحدة وقع انفجار ضخم مساء الأربعاء في مصنع للأسمدة، أصيب فيه أكثر من 200 شخص مع أنباء عن مقتل شخصين، بينما لم تؤكد السلطات وجود وفيات، لكن مصادر طبية قالت إن أكثر من 40 مصابا حالتهم حرجة. الانفجار الذي لم يعرف سببه حتى الآن أدى إلى تدمير عشرات المنازل والمباني المحيطة. يأتي الانفجار بعد أيام من وقوع انفجارات التي أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 170 آخرين في هجوم اعتبرته الولايات المتحدة عملية إرهابية. في غضون ذلك يصل الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم إلى بوسطن لتكريم ضحايا التفجيرين اللذين استهدفا الماراثون بالمدينة. يأتي هذا بينما نفت شرطة بوسطن أن يكون قد تم اعتقال أي شخص في إطار التحقيق لكشف مرتكب التفجيرين، ذلك على الرغم من الإعلان عن وجود صور للمشتبه به لشخص في موقع الحادث، إلا أنه لم يتم التعرف على هويته بشكل واضح. أعلنت وزارة العدل الأمريكية اعتقال رجل يدعى بول كيفن كورتس من كورنث بولاية ميسيسيبي، يعتقد بأنه على صلة برسائل تحتوي على مادة الريسين السامة التي أرسلت إلى مسؤولين أمريكيين من بينهم الرئيس باراك أوباما والسناتور الجمهوري روجر ويتر. وأوضح مكتب التحقيقات الاتحادي أن ثمة علاقة بين رسالتي أوباما وويتر، حيث تضمنت الرسالتان نفس العبارة ونفس التوقيع. يذكر أن هجمات الجمرة الخبيثة عبر مظاريف البريد كانت قد أعقبت هجمات 11 سبتمبر عام 2001 وأدت إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة 17 آخرين. نتحول
ننتقل إلى الملف السوري، حيث أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مقاتلين من عدة كتائب مقاتلة سيطروا على أجزاء واسعة من مطار الضبع العسكري في ريف مدينة القصير بمحافظة حمص وسط سوريا، إثر اشتباكات عنيفة استمرت لعدة أيام مع عناصر حراسة المطار والذي يخضع لإدارة الدفاع الجوي، الأمر الذي اعتبره الجيش الحر هزيمة للقوات النظامية. كانت لجان التنسيق المحلية السورية قد أفادت بأن حصيلة أعداد القتل أمس على يد قوات النظام بلغت 157 شخصاً في أماكن متفرقة من البلاد. وفي ريف اللاذقية قالت الهيئة العامة للثورة إن قوات النظام قصفت مناطق عدة، وتركز القصف على ناحية ربيعة وكرة جبل التركمان. قال الرئيس السوري بشار الأسد أنه لا خيار له إلا الانتصار في الحرب الدائرة في بلاده منذ أكثر من عامين، وإلا فإن سوريا ستنتهي حسب وصفه. وفي مقابلة مع قناة الإخبارية السورية حذر الأسد من أن الغرب سيدفع ثمن دعمه للقاعدة في سوريا، قائلا إن الغرب مول القاعدة في أفغانستان في بدايتها ودفع الثمن غاليا لاحقا، وهو ما يفعله الآن في سوريا وفي ليبيا وفي أماكن أخرى. كما اتهم الأسد الأردن بالسماح للمسلحين بالتسلل إلى داخل سوريا حسب قوله. تظهر على الساحة بفكرها وبأدائها. تزامنا مع تصريحات الأسد، أعلن وزير الدفاع الأمريكي تشاك هارل أن الولايات المتحدة ستعزز وجودها العسكري في الأردن لتدريب الجيش الأردني واحتمال التدخل لتأمين مخزون الأسلحة الكيميائية في سوريا، لكنها لن تسمح في الوقت نفسه بأن تجر في حرب بالوكالة في الحرب الأهلية السورية على حد وصفه. وقال هارل في جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي مخصصة لسوريا أنه أصدر أوامره بنشر عناصر من قيادة أركان السلاح البري لتعزيز هذه المهمة في عمان. كانت واشنطن قد نشرت بالفعل في أكتوبر الماضي نحو 200 من جنود القوات الخاصة في الأردن في إطار هذه المهمة. يلقي الأخضر الإبراهيمي خطابا اليوم أمام مجلس الأمن الدولي بعدما أخفق في تحقيق تقدم في مهمته الرامية إلى الاتفاق على خطة السلام بشأن سوريا. ومن جانبه أشار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى استمرار بقاء الأخضر الإبراهيمي مبعوثا أمميا وعربيا إلى سوريا، مؤكدا أهمية التعاون العربي والدولي بشأن الأزمة في سوريا. الخبراء جاهز للذهاب إلى سوريا بمجرد الحصول على موافقة حكومة دمشق. البعثة قادرة على التحقق من أي مزاعم تثيرها الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية، ولذلك فأنا أحث الحكومة السورية على إبداء المرونة في هذا الشأن. أعلنت الإمارات العربية اليوم القبض على خلية لتنظيم القاعدة تضم 7 أشخاص من جنسيات عربية. وذكر بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية أن الخلية كانت تخطط للقيام بأعمال تمس الأمن القومي في دولة الإمارات وتهدد سلامة مواطني والمقيمين على أرضه، بالإضافة إلى تجنيدها أشخاصا وترويج لأعمال تنظيم القاعدة والسعي لتوسيع نشاطها إلى دول إقليمية. في قطاع غزة عقد المجلس التشريعي الفلسطيني جلسة خاصة لإحياء يوم الأسير الفلسطيني لبحث وضع الفلسطينيين المحتجزين في سجون الاحتلال الإسرائيلي. أما شوارع القطاع الرئيسية فقد اكتظت بمسيرات حاشدة من كافة الفصائل والقوى السياسية وأهالي الأسرى تضامنا مع الأسرى الفلسطينيين في يومهم. أسير من سيناك. إذانا ببدء الفعاليات الرسمية لإحياء يوم الأسير، والذي يتزامن مع اليوم الذي أطلق فيه سراح أول أسير فلسطيني في أول عملية لتبادل الأسرى بين الفلسطينيين والإسرائيليين عام 1974. أشعل عميد الأسرى الفلسطينيين إبراهيم بارود الذي نال حريته قبل أيام بعد اعتقال دام 27 عام، أشعل شعلة فجر الحرية من ساحة السرايا التي أقام فيها الفلسطينيون سجنا رمزيا يحاكي السجن الإسرائيلي الذي كان موجودا في نفس المكان قبل تحرير غزة.
شعور رائع جدا، بالإضافة لأنه كمان ذكرنا بالألام اللي كنا نتألمها في هذا السجن، لأنه تم التحقيق معنا في هذا المعتقل في هذا السجن، وهذا أكيد بذكرنا في هذه الأيام. لكن بالإضافة لك أنه إحنا تحررنا، وهذا السجن تحرر وغزة تحررت، وإن شاء الله بإذن الله سنستكمل مسيرة التحرير. المئات من الفلسطينيين تجمعوا أمام السجن الرمزي في ساحة السرايا للخروج في مسيرة موحدة توجهت إلى مقر الصليب الأحمر في غزة للمطالبة بالإفراج عن ما يقارب 4900 أسير مغيبين في سجون الاحتلال. انتوا اهل الكرامة واهل العزة، واحنا مش هنسيبكم، بنطالب في جميع يعني المؤسسات الحقوقية والجامعة العربية والامم المتحدة والضمائر الحية تقف معاكم. نحاول ان نكون ببعض من واجبنا اتجاه قضية الاسرى التي تحتاج وتطلب كل الجهود الوطنية المخلصة والشريفة من اجل انهاء حبل المعاناة، باعتبار قضية الاسرى هي قضية اشتباك دائمة وجرح نازف. الفصائل الفلسطينية التي دعت للمسيرة طالبت المؤسسات الدولية وأصحاب الضمائر الحية التدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسرى، معتبرة أن كل الخيارات مفتوحة لتحرير الأسرى. ندعو المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليات لوقف هذه الجرائم، وإلا فإن استمرار هذه المعاناة سيؤدي إلى ردود فعل فلسطينية غير مسبوقة. لن يكون هناك لا سلم ولا استقرار إلا بالحرية الكاملة لأسرانا. أن قضيتكم هي قضيتنا، هي أشرف ما نناضل لأجله. منذ 39 عاما والفلسطينيون يواظبون على إحياء ذكرى يوم الأسير، متعهدين لأسرارهم التمسك بقضيتهم التي حافظت على الكرامة عبر إصرار أبطالها على مقاومة المحتل بالجوع ورفض الركوع. عمر بشير للنيل، قطاع غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة أحيا الفلسطينيون كذلك يوم الأسير، مؤكدين أن قضية الأسرى ستظل محورية بالنسبة إليهم باعتبارهم أبطالا في نضالهم من أجل التحرر من الاحتلال الإسرائيلي، هذا الاحتلال الذي يحتجز في سجونه نحو 4500 فلسطيني بتهم تتراوح بين إلقاء الحجارة وشن هجمات مسلحة، بينما تؤكد السلطات الفلسطينية تعرض نحو 800 ألف فلسطيني للاعتقال منذ عام 1967. على قلب رجل واحد خرج الفلسطينيون لإحياء يوم الأسير، وإن كانت كل أيام السنة هي أياما للأسرى الذين أشعلوا رغم اعتقالهم شعلة الحرية. الساحات في المدن الفلسطينية اكتظت بالاعتصامات والمسيرات، وقد تردد الصدى في المكان وامتلأت القلوب بالأوجاع. هذه الوفاة الضامنية لا تكفي، يجب أن تكون هناك أفعال حقيقية وإرادة لكل التوجه لكل المحافل الدولية، يجب أن تكون إرادة المقاومة حاضرة دوما. نحن بحاجة إلى موقف تحريري يحرر الأسير ويحرر الأرض. في يوم ليس كأي يوم، وإن بدت فيه المشاهد متداخلة بين أهالي الأسرى الذين غيبت فيه زنازين الاحتلال الإسرائيلي أحباءهم، فخرج الأهالي ليناشدوا أصحاب الضمير بإنقاذ أبنائهم من الموت البطيء المحكوم عليهم. بناشد كل الأمة العربية تهتم في قضية الأسرى، لأنهم الأسرى بيعانوا وأهلهم بيعانوا. أنا ابني محكوم 40 سنة بيعاقبوه بزورش إلي شهرين ما زرته، بغلبونا في التفتيش، بغلبونا في زيارات أولادنا. حوالي 5000 أسير يقبعون في سجون الاحتلال من الضفة الغربية وغزة والقدس وأراضي 48، وما زال الأسير ينتظر فجرا تبزغ فيه الحرية المنشودة، وقد شاخت سنوات أعمارهم ووهن العظم واشتعل الرأس شيبة. إطلاق سراح الأسرى القدامى عددهم 108، إطلاق سراح الأسيرة الماجدات الفلسطينيات وعددهم 11 وعلى رأسهم لينا الجربوني، إطلاق سراح المرضى، إطلاق سراح المرضى عددهم 1400 واحد، 1400 مناضل بما فيهم 25 حالة مرضية بالسرطان. وإن شد الصبر من أجل هؤلاء إلا أن الغضب بات كالبركان يوشك على الانفجار، غضب تجلى في مواجهة الاحتلال بما ملكت أيمان الفلسطينيين.
القضية التي جعلت من القضية الفلسطينية الأولى في العالم قضية الأسرى، والتي جدد لها الشعب الفلسطيني الوفاء والانتماء، خاصة وأن أكثر من ثلث الشعب الفلسطيني عانى من سياسة الاعتقال وذاق مرارة السجن وتعذيب السجان. ثروة شقرة من رام الله، النيل. في اليمن قتل 5 مسلحين ينتمون إلى تنظيم القاعدة، من بينهم قيادي بالتنظيم، وذلك في غارة لطائرة أمريكية بدون طيار في وسط غرب البلاد. وقال مصدر أمني إن القيادي يدعى حميد ردمان المانع ردمي وكنيته أبو أسامة، وكان يعمل في المخابرات اليمنية قبل انضمامه لتنظيم القاعدة. وذكر شهود وعيان أن الطائرة قد أطلقت صاروخين على سيارة كان المسلحون يستقلونها، ما أدى إلى تدميرها بالكامل ومصرع جميع من فيها. رفضت كوريا الجنوبية اليوم الخميس الشروط التي طرحتها كوريا الشمالية لاستئناف الحوار مع سيول وواشنطن، والتي تقضي بضرورة إسقاط الأمم المتحدة للعقوبات المفروضة عليها ووقف المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. كما حثت سيول جارتها الشمالية على اختيار طريقة التعامل مع المجتمع الدولي والكف عما أسمته بالمطالب العبثية. في السياق ذاته تواصلت في العاصمة الكورية الجنوبية المظاهرات المنددة بتصريحات الجارة الشمالية، كما قام المتظاهرون بحرق علم كوريا الشمالية وصور زعيمها كيم جونغ أون. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن بلاده ستبحث مع الجانب الأمريكي سبل دعم التعاون بينهما لمواجهة تهديدات بيونغ يانغ. أصدرت محكمة باكستانية حكما بوقف الرئيس السابق بيرويز مشرف في قضية إقالته لقضاء لقضاء أثناء تواجده في السلطة. وقد غادر مشرف مقر المحكمة التي كان يمثل أمامها فور صدور القرار، وكان مشرف قد عاد إلى باكستان الشهر الماضي بعد أن أمضى 4 سنوات في منفى اختياري بنية خوض الانتخابات العامة المزمع إجراؤها في البلاد في مايو القادم. لكن تم استبعاد مشرف من 4 دوائر التي ترشح بها على خلفية التهم الموجهة إليه في عدة قضايا، وعلى رأسها تهمة عدم توفير الإجراءات الأمنية الكافية لرئيسة الوزراء الراحلة بنظير بوتو. في إيطاليا ينتخب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمجالس الإقليمية اليوم رئيس الجمهورية الجديد في مرحلة حاسمة لحل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد. وتشير التقديرات إلى أن القيادي العمالي السابق ورئيس مجلس الشيوخ الإيطالي فرانكو ماريني سيكون المرشح الفائز بانتخابات الرئاسة، حيث أعلن الحزبان الرئيسيان في إيطاليا الديمقراطي اليساري وشعب الديمقراطي اليميني اتفاقهما على انتخاب. ويحتاج المرشح الفائز بالرئاسة إلى الحصول على أغلبية ثلثي عدد الأصوات في أول 3 جولات للتصويت، ويمكن فوز المرشح إذا حصل على الأغلبية البسيطة في حالة الوصول إلى جولة رابعة من التصويت. نجحت باخرة نرويجية في إنقاذ طاقم سفينة صيد صينية مكونة من 97 شخصا بعد احتراق سفينتهم بالقرب من قاعدة تشيلية بالمحيط المتجمد الجنوبي. وقد أصدرت القوات البحرية التشيلية بيانا قالت فيه إنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى سبب اندلاع الحريق على سطح السفينة. ومن جانبها أعلنت السلطات الصينية أنها على اتصال دائم مع الجانب التشيلي لإحاطتها بالحادث للوقوف على الأوضاع وحالة طاقم السفينة المحترقة. احتفل الأسترالي جراهام رامبلينج بمرور 25 عاما على قيامه بالغناء لأول مرة بنفس الموقع بأحد الشوارع الرئيسية بأستراليا، وذلك على الرغم من إعاقة رامبلينج البصرية، إلا أن ذلك لم يمنعه من الغناء والعزف على الساكسفون للمارة والمتسوقين طوال تلك المدة. وقد أصبح العازف الكفيف أحد أهم معالم المركز التجاري، وأقام علاقات صداقة مع العملاء والعاملين، خاصة الذين يطلبون منه عزف ألحان معينة. ومع تقدمه في السن
لا إلا أنه لا يخطط للتقاعد قريبا لشدة ولعه بالموسيقى التي هي وسيلته لإدخال البهجة على عشرات الأشخاص يوميا. نهاية هذه النشرة، ويتبقى بها سوى تفكير بأبرز عناوينها. الرئيس مرسي في روسيا اليوم لبحث سبل تدعيم العلاقات الثنائية. انفجار بمصنع للأسمدة بولاية تكساس الأمريكية، وأوباما في بوسطن اليوم لتكريم ضحايا تفجيرات الماراثون. المعارضة السورية تسيطر على أجزاء واسعة من مطار عسكري بحمص، والأسد يؤكد أن لا خيار لنظامه إلا الانتصار. نهاية هذه النشرة، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.